يقول: متى يقال هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك؟ هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ كلاهما، إن قال قبل السلام فطيب، وإن قاله بعد السلام طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع دبر كل صلاة. اختلف العلماء، هل المراد بدبر الصلاة آخرها أو المراد بعد السلام؟ على قولين، إذا عملت هذا أو هذا كله الحمد لله مشروع. نعم.